مرحبا فيكم مشاهدينا طبعا من جديد. وطبعا وصلنا لفقرة ضيف وضيوفنا لليوم. ضيف شارك في مسابقة ستار أكاديمي وطبعا خرج من بعدها برصيد 3 أغنيات، حنتعرف عليه أكثر وأيضا حنتعرف على فنان وملحن في هذه الفقرة. مضيفينا لليوم خالد حجار وايضا سلطان الراشد. مرحبا فيكم برنامج يا هلا. اهلا وسهلا. تدخلت بالاسماء بس لحقت حالي. يلا سلطان بنبدا معك. اول شيء انت طبعا متواجد في دبي حاليا، ولكن خبرنا بعد ستار اكاديمي، مع خبرك كيف كانت مشاركتك بستار اكاديمي؟ اكيد كانت مميزه، ولكن بعد ستار اكاديمي كيف اشتغل سلطان على حاله لينتج 3 أغاني؟ اول شيء بعد ما طلعت من ستار اكاديمي طبعا بديت انا اشتغل لحالي، طبعا يعني انا اللي قاعد انتج الاغاني من نفسي. فبدأت بالأغاني، اخترت الأغاني طبعا. أول شيء اخترت أول سنجل لي هو شخصيته. بعدين بعدها على طول أغنية سعودي اللي نزلت. بعدين شكتروا لها عليك من مسرحية أصلا هذه الأغنية. نعم. فالحمد لله رب العالمين، يعني أتمنى ربي يوفقك. كيف تم يعني التفكير حول هذه الأغنية، فكرة الأغنية تطبيقها كيف تمت؟ والله بالنسبة لي أنا أتكلم عن أغنية شخصيته، كنت قاعد في الاستديو بالكويت طبعا. فسمعت الاغنيه من كلمات عبد الله العماني والحان عبد الله العماني وتوزيع محمد شطي. فكان متعاون معي اكثر شيء محمد شطي، قاعد يسمعني الاغنيه وايش رايك وها حلوه ولا لا. ف يعني هذه كانت خطوه بالنسبه لي صعبه كثير اني اغني هذا اللون، لان انا ما عمري غنيته اصلا. فالحمد لله رب العالمين لقت نجاح الاغنيه الحمد لله. هذا شيء يعني حلو كثير. قبل ما نسمع الاغنيه خلينا نروح لعند خالد. اكيد خالد بنرحب فيك ببرنامج هلا. خالد انت مطرب وملحن بنفس الوقت، يعني كان في رصيدك بعض الالحان للفنان العراقي بشار القيسي. خبرنا بعد هاي الالحان شو عم تقدم لفنانين لا وايضا فنانين شباب من جيلك؟ في هلا ان شاء الله عم حضر له اغنيه لحبيب قلبي. حبيبي ان شاء الله قريبا كثير راح يكون اغنيه لبنانيه. عم نشتغل على الكلام. هو طالب، ما بعرف ليش طالب اغنيه لبنانيه. من شو السبب سلطان؟ ما بعرف. حلو الاغنيه اللبنانيه حلو، بس يمكن قال يعني بده يكون مثل وفي للبنان انه اللي استضافته بهالبرنامج اللي كان حلو ومميز كثير هالسنه، كثير عجبني ستار اكاديمي 7 يعني. انت كيف عم تشوف سلطان بالاغاني الخليجيه، متميز اكثر او صوته كفنان او بالاغاني العربيه اللبنانيه؟ العربيه اللبنانيه تكون تجربه جديده، بس هو غنى كل الالوان، فانا كثير عجبني وحبيت وشجعته على الفكره. ولا انا عندي كان اغنيه لهجه بيضاء بدي اعطيها، بس هو مصمم انه على اللهجه اللبنانيه اكثر. وفاء ل وفاء لل لبنان اكثر. طيب شو حابب تسمعنا سلطان؟ اغنيه يمكن من برنامج جهلة لكل جمهورك اللي تابعه في ستار اكاديمي وايضا عم بتابعك حاليا. اكيد احب اسمعهم اغنيه اللي هي ايش كثر اقولها عليك. طبعا الاغنيه هذه كلمات الشيخ الدعيج الخليفه آل صباح والحاني انا وتوزيع محمد شط. سمعنا منها شوي ان شاء الله. تفضل. ايش كثر اقولها عليك، وش كثر روحي تبيك، وش كثر قلبي حبيبي لا خفك هالحي فيك، شوقي لك وانت معاي وانت جرحي وهم دواي، وانت ليل الفرح كله وشمس تشرق في سماي، عمري كله بين ايديك. وش كثر اقولها عليك، وش كثر روحي تبيك لا خوفك هالحي فيك. الله الله. خلينا هلا ندندن خالد وسلطان مع بعض على الاغنيه اللبنانيه اللي قريبا مفكرين يمكن تقدموها. ولا صعب؟ لا لسه ما خلص الكلام. يعني ها فكره عن الاغنيه شوي تعطوني اياها. تعيفيها الاغنيه شوي لاني ما خلصنا الكلام. طيب تغنوا لنا اغنيه مع بعض. شو رايك؟ معلش يلا أوكي. تفضلوا. شو بدها؟ غني اللي تبي انت، انا معك. يلا. ترى بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب احضاني مثل قطع جليد، بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب احضاني
مثل قطع جليد. علم العشاق كيف الحب يكون لا حواجز، أحلى طعم الحب أكيد. اقترب مني ترى الدنيا فراس، وخذ من شوقي إذا شوقك نقص. خلني أحكي لك مواويل وقصص، شما يعد العمر حبنا يظل جديد. اقترب مني ترى الدنيا فراس، وخذ من شوقي إذا شوقك نقاص. خلينا احكي لك مواويل وقصص، اش ما يعدي العمر حبنا يظل جديد. سلطان، يمكن خبرتنا انه واحده من الاغاني اللي انت قدمتها هي اغنيه لوطنك المملكه العربيه السعوديه، خبرنا عن فكره هالاغنيه، كلمات والحان من، وايضا بدك تسمعنا منها ان شاء الله. طبعا فكره الاغنيه، انا كنت بالكويت موجود، فجاني اتصال، طبعا كان يوم الوطن يوم الخميس. نعم. فصارت الاغنيه بسرعه، مش يعني انت مع الاغاني السريعه اللي بتنعمل بسرعه، ولا انت مع الاغاني اللي بتنعمل بوقت وبتاخذ وقت معين؟ انا بالنسبه لي كسلطان الراشد اغني كل الالوان، ما عندي اي مشكله، ان كانت سريعه او كانت سلو او شنو كانت نوع الاغنيه، ما عندي اي مشكله. بس بالنسبه للاغنيه السعوديه كانت يعني سرعه الفكره وشلون، وانا كنت موجود في الكويت، وبكره اليوم، بعد بكره اليوم الوطني تقريبا، صح، وانا في الكويت، طب ما راح يمديني ارجع السعوديه عشان اسوي الاغنيه. فالاغنيه صارت كليب واغنيه، فسويت الاغنيه والكليب الحمد لله بيوم واحد. سمعنا عنها شوي ان شاء الله. يلا تفضل. لي قالوا متميزه قلنا هي بقلوبنا غير، لي قالوا وش فيها قلنا بسماها يفرح الطير. لي قالوا متميزة قلنا هي بقلوبنا غير، لي قالوا وش فيها قلنا بسماها يفرح الطير. نفديها بروحنا من صغير لكبير، وهذا هو ملكها عبد الله الخير. نفديها بروحنا من صغير لكبير، وهذا هو ملكنا عبد الله الخير. الله يسلم هالصوت يا سلطان. خالد، خبرنا شو عم بتفكر كمان تعمل غير التلحين، وايضا يمكن تعمل اغنية خاصة بك، يعني فينا نقول مستقبلا. عامل ثلاث اغاني، من قلب قريبين، وقلبي دايب. لا، قلبي دايب لا بشار. نسيتيني. نسيت الاغاني. يعني في الامام حيكون سينجلز بس، ولا حيكون في سينجل؟ ما في عن البوم، ما بعملها، بعمل اغنيه لاني انا بنتج لنفسي. عم بتشوف مثلا السينجل يمكن ماشي بالسوق اكثر. اكثر هو وصار الموضوع الانترنت بيساهم اكثر يمكن. صح بالضبط. نعم. واغنيه اسهل انه تدرجيها بالسوق اكثر من البوم كامل. أكيد خالد، إحنا نتمنى لك كل التوفيق. سلطان الراشد أيضا إحنا نتمنى لك كل التوفيق. بس سلطان، عندي طلب خاص من زملائي جوا، بقول لك لازم تسمعنا أغنية عزيزة على قلبك وخليجية تحديدا. أغنية عزيزة على قلبي وخليجية؟ شفت قد إيه طلب كثير صعب سهل. تفضل. أوكي إن شاء الله. جيت وش جابك حبيبي من بعد طول المغيبي، من بعد طول المغيبي، ولا ناوي يا حبيبي تغرق الغرقان أكثر، تغرق الغرقان أكثر. تقول إني ما أهمك يا برودة والله دمك، كنت في عيني أضمك وتغزل بك وأسار. يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا، غرق الغرقان أكثر. اللي جابك هو حبي ولا شي مستخبي، ولا شي مستخبي؟ اللي ساكن
وسط قلبي ليه من حب التنكر ليه من حب التنكر انت في دنياك لاهي عن حبيب القلب ساهي تغلي مو تباهي حس بي شوقي وتذكر يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا تغرق الغرقان أكثر. شكرا كثير لكم سلطان وخالد لتواجدكم معنا نتمنى لكم كل التوفيق أكيد الطريق شوي صعب بدايتها ولكن إن شاء الله توصل لهدفكم شكرا كثير لكم.